داكشي اللي في راسكم؟ غادي نجاوب عليه. عارفه بلي ديما كنتعطل لكم في الفيديو، ديما كنجي كنقول لكم بلي راه شنو كاين وشنو كاين فريمون. سمع، ماشي زعما كنديرها بالعاني ولا شي حاجه، ولكن دو فري وفريمون ديما كيطراو ليا شي حوايج اللي كيعطلوني على لي فيديو، كيعطوني على لي ستريم. بزاف ديال البلانات هاد الايامات ولاو كيطراو لي زعما الفتره الاخيره، سبيشلي هاد العام الاخر. العيا ما نقول، ما عرفتش داكشي اللي كيطرا لي، ولكن الحمد لله على كل حال. السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين، نتمنى تكونوا مرتاحين، نتمنى تكونوا بخير ومدوزين العطله ديالكم والصيف ديالكم مزيان. شكرا بزاف 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 على السبورت ديالكم، سواء في تويتش سواء في انستغرام، لي ميساج الزوينين اللي كيوصلوني فريمون كتفرحوني. اليوم ستوري تايم كاين بزاف ما يتعاود. المهم نزل الانستغرام، اللي متبعيني في انستغرام نخلي لكم انستغرام هنايا. كانوا عارفين بلي انا كنت مسافره في مراكش نورمالمون، دوزت فيها واحد جوج ديال السيمانات. يلاه جيت دابا شي يومين، دابا يلاه يومين باش جيت هذه للدار. كان طرا ليا واحد الاكسيدنت بسبب دخلت للكلينيك تماك في مراكش نيت. سو بنادم كان كيسولني شنو طرا وشنو طرا وشنو طرا وشنو طرا، قلت انا في عوض ما نبقى نجاوب في لي ستوري، وكل مره كدا كيسولني شي واحد غادي نجاوبو. لا ما غادي نخلي، ما غادي نقول والو، حتى غادي نديرها لكم ستوري تايم اليوم في هذا الفيديو، غادي تفهموا كل شيء. نتوما راكم عارفين بحكم الضغط ديال التصوير، لي فيديو، لي ستريم، لي ريل، اديتين، كدا 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 كدا، الواحد كي الواحد فريمون كيعيا، عقلك فريمون كيكون دريند لواحد الدرجه انه ما كتقدرش تقدر مازال تبروسيسي شي حاجه ولا ولا ولا. سو هنا كتعرف راسك بلي فريمون خاصك واحد الفتره ديال الراحه، تبعد على هاد ستريس كامل، على السوشيال ميديا كامله، باش عقلك يتريزيتا باش تقدر تزيد لقدام وتكمل في هادشي اللي راه انت فيه. المهم الناس اللي كيسحاب لهم بلي راه هادشي ساهل، شي ما ساهلش، فريمون كياخذ مجهود، عرفتي لايك مونطالمون بزاف، كيحتاج الواحد فريمون يكون عنده الصبر وكيصبر. سو شفت راسي عييت فريمون بزاف و الله ريبريشن وكدا وكدا، قلت اي نيد ا بريك، خاصني واحد البريك باش نرتاح باش عقلي تريزيتا. هي هذيك صحابي انفيتوني لمراكش، هي جهنم. قلت واي نوت، راكم عارفين الصد، ولكن جيت وكدا ولكن ماشي مشكل، فوق شويه عندكم تماك مراكش اخوتي، ما علينا. صافي مشيت. المهم نهار الاول داز كلشي مزيان، حيت انا ديجا كتعجبني مراكش، ماشي من اول مره غادي نمشي ليها، الوغ راكم عارفين. مشيت وصلت، هي هادي كلشي بخير، غادي توصل النهار اللي قررنا فيه نمشيو للبيسين. المهم قبل منها كنت حطيت ستوري وسولت، قلت لهم اللي عارف شي بيسين زوين من ناحيه ديال الكاليتي الماكله كدا 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 خليو ليا. كلشي قال لي وزيريه 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 وزيريه، كلشي شكر وزيريه. انا اليوم غنعاود لكم شنو طرا ليا مع الوزيريه في مراكش، حيت فريمون غتصدمني. مشينا للبيسين، ندوزين نهار ترونكيل، دزنا للبيسين كالم، مشينا للبيسين اللي فيه الماج كدا، وير هافين فان. بقات واحد ثلاثة السوايع أربعة السوايع اللخرة، جوية ديال ديك جوج ونص ثلاثة بحال هكاك من بعد ما تغدينا نورمالمون. بيني وبينكم لي بخي تماك صافي لواحد الدرجة اللي ميمكنش بحق الله. المهم ولكن صراحة لايك هديزاين وداكشي اللي فيه صراحة البيسين زوين ما شاء الله، غير هو جات لقيتها فين غادي نمشيو، البيسين اللي فيه لي طوبوكون. قالوا ليا الفرنس ديالي ليتس جو، انا اصلا معروف عليا بلي كنخاف وداك الشيء، ما بغيتش نمشي معاهم في الاول. قلت لهم غنمشي غنتفرج معاكم، ولا غادي نعوم تماك في البيسين اللي كاين تماك، وانتم طلعوا في لي طوبوكون وهافان دو يودو. قالوا لك لا والو، غادي تهبطي معنا في لي طوبوكون يا كاملين يا حتى شي واحد. شفت انا قلت علاش غادي نحرمها على صحابي وكدا وكدا وكدا، اللهم نمشي نهافي فان، منها غادي تكون اكسبيريونس، حيت ديجا انا لايك واحد الاكسبيريونس لايك شويه خايبه في لي طوبوكون، ولكن في تطوان في سمير بارك عندهم لي طوبوكون فريمون كيخلعوا بزاف، كانت جربتهم وصافي ما بغيتش نعاود لي تغار، حيت قلبي انا فريمون صافي سكت ليا القلب بدون الموت. مشينا سيدي لي بيسين ديال الطوبوكون هي هذيك، طلعنا الفوق شدينا الصف، درنا الصف، درنا غادي يهبط الدري الاول الدري الثاني عاد انا. المهم صحابي انا الاخره كنت فيهم، الوغ كو هبطنا المره الاولى عادي كلشي مزيان حتى شي حاجه ما طرات كلشي هو هذاك. المره الثانيه طلعنا قال لك غادي نعاودو نمشيو نطلعو في ديك نهبطو في ديك الطوبوكون ديال اناكوندا اللي نورمالمون عرفتي كتكون دايره بحال هكا، كتجي حتى الاخر وكتكون الفوق وكتبقى هابط. انا واز لايك لا ما تحبقنيش، نو 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 كيفاش تهبطنا انا في نا. قال لك لا والو غادي تجربيها اليوم، غادي تحداي داك الخوف ديالك وغادي تهبطي في الطوبوكون. انا واز لايك اوكي فاك ات ليتس دو ات، اش غيطرا كاع غنموتو؟ داكشي اللي كان غادي يطرا.
صافي مشينا عاوتاني طلعنا شدينا الصف، وصلت النوبه ديال 20 الاول، هبط ثاني، ايوا جات النوبه فيا انا. نورمالمون كيكون جالس واحد المتر ناجور تماك الفوق هو اللي كيشد الصف، ونورمالمون عنده واحد الكاميرا قدامه، لايك عنده واحد ليكرون نقدر نقول لك 17 بوس 18 بوس، المهم من 17 ل 20 بوس ياك. نورمالمون هذيك فيها كاميرا لتحت ديال البيسين كتوريك الناس واش وصلوا، يعني هذوك اللي زلقوا في الطوبوك واش وصلوا للبيسين، هبطوا في الماء ولا مازال. المهم هذا البارت هذا راكم فهمتوه، وكاينين ثلاثه ديال الطوبوك وحده هو حاضي ثلاثه. وصلت نوبتي قال لي هبطي، هبط. نورمالمون ديك الاناكوندا طويله وفيها شله ديال الدورات، كنت لابسه نورمالمون واحد المايو، المهم اون بياس، ولكن الثوب ديالو من التحت الله يكون عنده شورت قصير، المهم راكم الناس تكونوا عارفينه. المهم كنت لابسه هذاك، نورمالمون الثوب ديالو جاي النيلو، الوغ كو فاش كنت انا هابطه فاش وصلت لديك الدورات بحال هكاك تسمها، الدوره الاخرى نورمالمون حلت واحد شويه. سو شنو درت؟ كنت نورمالمون فاش كتهبط في الطوبوك كتهبط بحال هكا وناعس على راسك، يعني ناعس مجبد بحال هكا، شي اللي كان. نورمالمون انا فاش وحلت شنو درت؟ طلعت ظهري جلست بحال هكا، شديت الطوبوغون بيدي اليمنيه باش ندفع راسي، مع طلع اللي غنطلع وغندير يدي بحال هكا، ما عرفت باش تبليت حتى كتزدحني بنت. المهم ماشي انا ما ديك الساعه ما كنتش عارفه واش بنت ولا ضرب، كتزدحني شي حاجه لظهري من اللور بالضبط هنا. وحالي الوناقش دابا ما حلتي الخلعه ديال الطوبوغون ديال انه انا هابطه بوحدي، ما حلتي الضربه اللي جاتني نورمالمون في الكلاوي، ما حلتي باقي انا وياها هابطين كندافعوا مع بعضياتنا وخايفه نتزادحوا انا وياها ولا شي حاجه، ما حلتي الرجليه اللي بدات كضرني كيفاش؟ داك هابطين كنتزادحوا انا وياها تماك لتحت، نورمالمون كاين جوج ديال متر ناجور، هادوك لي متر ناجور ولاد الحرام اش اش دايرين؟ جالسين مجمعين تيجيو في خيرات ربي اما فهمتي؟ بلا ما انا يا ام غانا بي سيريس، كاينين جوج ديال متر ناجور، واحد جالس الفوق في اللعيبه وواحد كيكون واقف تماك. شوفوا داك المنظر انه جوج هابطين من نفس الطوبوغون مزادحين، شنو غتوقعوا كونطرا؟ شنو غتكون الرياكشن ديالهم نورمالمون؟ لايك الحاجه العاديه اللي خاصها الدار اتليست غتكون واحد الرياكشن، غادي يجري وكدا اشنو طاري كيفاش طرا هذا الشيء ما نعرف اشنو كدا 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 اشنو طرا، واش تضرب شي واحد واش تقصحت شي وحده فيكم، هما شنو داروا؟ زيرو رياكشن. خونا اللي جالس بقى جالس، خونا اللي واقف بقى واقف ما شافش في حيفين ليتيرالمون ما شافش حتى شوفه فيهم. وصليك اش هاد الشيء كيطرا عليك؟ وات ذا فاك اتس جوين اون، اي واز جوين تو داي ليتيرالمون، شفت الموت بعينيا. دابا نتوما تخيلوا معايا ديك الوقفه بحال هكا، كون ما جلستش وجاتني الضربه لظهري، كون بقيت على راسي بحال هكا، كون زدحاتني برجليها لراسي هنا، كون زدحاتني مع الطوبوغون ونتلح كاع من الطوبوغون. جاب الله واحد التايمينغ اللي الحمد لله، واحد التايمينغ راه في شي شكل، وحق الله العلي العظيم لا مازال لحد الان كنفكر فيها وصحابي كيفكروا فيها كيقولوا كون كنتي تعطلتي ب 1 سكوند ما هزيتيش ظهرك باش تدفعي راسك، ولا تيغالمون ضرباتك لراسك غير داك الضربه ديال الراس اصلا يطرا لك شي حاجه، ولا تزحك مع القنت ديال الطوبوغون تاري من الطوبوغون. زيرو رياكشن. فاش هبطت انا في داك المنظر المشكله اللي ضرباتني نكاوريه والتريبل ديالي انايا، يعني نتوما متخيلين الزدحه كيفاش. المهم بقيت واقفه تما تنغوت تنقول لايك وات ذا فوك اتس جوين اون، وانا شي اللي قلت لي ار يو فوكين سيريوس، لايك جالس ما ناقصك خير جالس حاضر لي عباد الله، واش ما شايفش وحده كانت غادي تموت؟ واش ما شايفش جوج هابطين من نفس الطوبوغون في نفس الوقت؟ از دار نورمال؟ وانا نمشي عرفتي صحابي فاش شافوا داك المنظر جاو كيجريو اشنو طاري اشنو طاري، شفناكم هابطين بجوج اشنو طاري كما، وصحابي صحابي عرفتي تخلعوا عليا وكيقلبوا ما نعرف اشنو كدا، ولي متر ناجور اللي خدمتهم هذيك نورمالمون تما بقاو جالسين زيرو رياكشن، حتى بديت انا كنغوت عاد جاو عندي كيقولوا لي شنو كاين، قلت لهم واش هادشي نورمال كيطرا؟ قلت لي علاش انا تصيفطات عليا وحده انا مازال ما وصلتش للماء اصلا هو عنده لي كاميرا الفوق، هذه اول حاجه. ثاني حاجه شنو قالوا لي؟ ديك ما تقصحتي وراه هادشي راه عادي كيطرا، هادشي عادي كيطرا ولدي. كون طرات لموك ولا اختك شنو كنتي غادي دير؟ كون طرات لك انت واش كنتي غادي توقف وغادي تشوف واحد ليتيرالمون زيرو رياكشن تماك وغادي تجي عنده غادي تقول له عادي كيطرا؟ خويا سولني فين تضربت، خويا قول لي يلاه نديك لانفيرميغ دير شي حاجه لايك دو سامثين، انت ما درتي والو ليتيرالمون، اسلوب الهضره ديالك زيرو، لا باقا الهضره ما كايناش، ما عندكش دو فاصون ما عندكش اكسبيريونس راك جديد فهمتي، ما غاديش ندي عليك. فهاد اللقطه كنبان بحال الا شخصنتها معاه، ولكن المهم انا فاش شفت داك الحاجه قلت ما غاديش نضيع وقتي مع هادو غادي نطلع لهداك اللي الفوق بظهري بحال هكا كيضرني اقسم بالله العلي العظيم. هبطت عرفتي طلعت ديك المسافه كامله عاوتاني وانا نطلع عند داك خونا وانا نقول له واش انت كضحك عليا دابا واش كنتي باغي تقتلني ولا شنو باغي دير؟ ما فهمتش فهمني هادي كيفاش انا مازال ما وصلتش مازال ما شفتينيش في الكاميرا باللي هبطت الماء ومصيفط عليا وحده خابطاني. قلت له وات فاكر يو دوين، تخيلوا معايا شنو قال لي؟ واش بغيتي ندير لك؟ هادشي راه عادي كيطرا. سهيت وير ا مينيت، واش سهيتي؟ ار يو فوكين كيرين مي دود، اي واز جوين تو داي، غادي نموت وانت كتقول لي اش بغيتيني ندير لك؟ سهيت غير تماك انا كنغوت صحابي شانقين عليه ما نعرف اشنو، وانا نقول لهم لا 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 ما
والله ما يدوز هادشي. شوف ما عنديش بروبليم كون كانت واحد الرياكشن تشوفني مثلا فرمليه ولا whatever it's fine ما غادي ندير والو، ولكن the fact انا شفت انا زيرو رياكشن والهضره زيرو والاسلوب الهضره زيرو so disrespectful وما نعرف اشنو، قلت والله ما غنمشي حتى غادي تريبورط هادشي كامل وغادي تكتب لايكس شي جيس غادي نسيفطهم. سو شنو درت؟ قلت لهم ما غاديش نهضر، جيبوا لي المانجر ديال هادشي هذا. طلع خونا كيجري عندي جاي اشنو طاري، فجا قال لي شنو طاري؟ قلت ليه راه كنت هابطه في الطوبون وصدحتني وحده، كيفاش تهبط عليا وانا اصلا مازال ما وصلتش لتحتها؟ انا مازال كنهضر معاها عباد الله، مازال كنهضر معاها، مازال ما كملتش هضرتي، هو خلاني كنهضر كيشوف هنا كيشوف ليه مشى كيسول المتر ناجور. شنو قال لي داك المتر ناجور اللي خلى ديك خيتي دوز؟ قال له انا قلت ليها تسناي وهي هبطات. قلت ليه صبر 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 ما تكذبش عليا في وجهي. قلت ليه ما بعيده غير تازا. كانت الدريه واقفه حدايا وانا نقول لها اجي اختي عافاك انا اي اسك يو سامثين. هي شور. قلت لها did the guy said like wait for a minute and then you can go or he was like it's empty you can go and she was like no he told me that like it's empty you can go that's what I did. باش داك المانجر سمع ديك الهضره من عند ديك خيتي من عندي انا ويرجع عنده ويقول له سهيت. قال له غير سهيت ما عرفتش شنو طرا سهيت. كيفاش انت يا عباد الله شاد واحد البلاصه اللي فيها الحياه ديال الملايين كيدوزوا عندك في النار وكتقول لي سهيتي؟ ما قادش على داك البوست نوض تحرك سير بحال هادشي اللي كنعرف انا. المهم كان بحال هكاك. قال لي دابا مالك كتغوتي؟ قلت له حيت انا ما كنغوتش، انا ظهري كيغوت عليا دابا حاليا. هذه اول حاجه. حتى واحد ما تسوق ليا وقال لي نديك الفرمليه تشوفك. هذه دو ان دو دو الاسلوب الهضره ديالكم سوف كان ديسريسبكتفول وما عطينيش حتى د تشانس باش نهضر معاك ونشرح لك شنو طرا. يعني انا كنهضر معاك وانت كتهضر هنا وكتشوف ليا ومشيتي وخليتيني انا كنهضر ان ذا ميدل اوف ذا فاكين ديسكشن ياك وانت غادي لايك وانا نقول لي دود عرفتي اش غادي دير؟ فاك اوف. ديوني نيشان عند المديره ديالكم ولا عند الديريكتور. انا اي دونت جيف ا شيت. صافي هاد الشيء بزاف وانا نمشي. قال لي واش ظهرك دارك بزاف؟ قلت له شنو بالك نتايا؟ صافي داني للهوسبيتال الصغير اللي كيكون تما كعندهم. شافني داك الفرمي شاف لي ظهري كان كيشوف كان خايف لا تكون عندي شي فراكتر ولا شي حاجه بحال هكا. ما لقيناش المهم ما بان والو في الاول. دار لي واحد الدواء عطاني واحد الكينه بقيت متكيه تماك. جاب لي الثلج اي فوا دار لي الثلج بخمسه دقائق واحد الحرك واحد الحرك واحد الحرك راه مايمكنش. بقيت تماك انا متكيه لمده واحد 10 حتى 15 دقيقه حتى رجع عندي المانجر باش دانا الاداره دانا عند الديريكتور ديالهم. فاش دخلنا المهم شوف ما قلتش واحد الديتيل فاش كان الفرملي كيقاد لي ديك البوماده وكيدلك لي ديك البلاصه اللي تقصحت فيها. شنو داروا؟ خرجوا صحابي لبرا وبدا كيهضر معايا كيقول لي راه ما عندك والو كدا كدا هادشي كامل باش ما نريبورتيش زعما فهمتوا كيفاش باش يقنعني انه راه ما عندي شي حاجه غاف خاصني ندوزها بالعربيه تعرف. انا من واحد النوع اللي فراسي اللي فراسي اوف كورس دام كنت ما احترمتينيش وما عطيتينيش ديك لامبورطونس اللي كون كانت وحده قوريه كنتي غادي تعطيها لها. ذاتس ذا ثينغ. سو فاش دخلنا للبيرو ديال الديريكتور ديالو شي واز سوبر نايس اند كايند واحد الظرافات ما شاء الله واحد الاخلاق واحد الرقي في الهضره واحد الاسلوب ديال الهضره راه واو. قالت لي شنو طاري؟ جلساتني معاك متفازقه ولي فوطي تما. قالت لي غير جلسي خدي راحتك عرفتي جلست كذا بدات كتهضر معايا. قالت لي شنو طاري؟ قلت لها شنو طرا وشنو طرا وشنو طرا وشنو طرا. قلت لها ماشي غير هذا الشيء. قلت لها فاش هبطت انا المترناجور بجوج ملي كانوا لتحت زيرو رياكشن حتى واحد ما تسوق ليا وفاش بديت كنغوت جاو عندي بدا كيقول لي هذا الشيء راه عادي كيطرا وحتى شي حاجه وبداو لايك الاسلوب ديال الهضره زيرو. وفاش طلعت عند هذاك الفوقاني قال لي سهيت وبدا كيقول لي شنو بغيتي ندير لك دابا. سو قلت لها هذا الشيء راه سا سفي با. انا بحال هكاك وانا نقول لها عرفتي شنو؟ قلت لها شوفي ما تقوليش بلي انا زايده من راسي ولا شي حاجه الريكورد هو اللي غادي يحكم. سو عافاك جيبي لي الريكورد فاش هبطت انا وفاش وصلنا لتحت وفاش صيفط خيتي. داكشي اللي كانت سنينا واحد ربع ساعه حتى جابوا لنا الريكورد. شافت ديك الهبطه انه هبطنا انا وخيتي من الطبوق وبقات حلف وما لا تغال متشوكات. قالت لك كيفاش هادشي غادي يطرا بحال هكا ولا ما ترناجور زيرو رياكشن اللي كاينين لتحت؟ بقات مصدومه عرفتي اللي سالي معاها اكثر اصلا. فاش قلت لها شوفي انا ما بغيتش نصدمه قلت لها هو قال واحد الهضره قال باللي خيتي هبطات بلا ما يعطيها هو الساين باش تهبط. قلت لها عافاك شوفي لي غير اللقطه فاش كانت هابطه خيتي واش قال لها هبطي ولا قال لها تسناي. فاش شفت الفيديو لقات خونا باللي فريمون قال لها هبطي. يعني انا ما كذبتش خيتي ما كذباتش هو اللي كذب. ولقينا مازال في ديك اللقطه انه كان كيهضر مع واحد البنت يعني انه in the middle of like his job هو خدام جالس كيتعنب بالعربيه تعرف تما جالس عايش ليا الحياه والرفاهيه وتيشوفوا التلاميذ فهمتي. لا تواخذونا يا شباب جالس كيهضر مع واحد خيتي. دابا سي عييتي جو تيك بريك واحد يجي يشد بلاصتك ما تقولش ليا سهيت وانت كنتي غادي يجمع وجالس حاضر ليا في راه حياه بنادم هذيك راه ماشي لعبه. شافت داك المنظر صافي ما كملاتش معايا الهضره قالت لي دابا ديوها للكلينيك دابا ديوها للكلينيك. قالت لي شوفي تهني هادوك خوتنا بثلاثه بهم الله يعاون باي باي. جات عيطات لواحد اي ثينك السكرتير ديالها ولا شي حاجه بحال هكا
كلها عيط لي على فلان وفلان اللي كانوا تحت وجبي لي هذاك اللي كان الفوق ولا مجمع حوايجهم يمشيو تبي بيهم وكذا وكذا والله يعاونهم حيت صافي ما زادش الهضره. راه كيفاش انت يا متر ناجور عبد الله انت اللي نورمالمون واخد ديبلوم ديال الانقاذ وما نعرف شنو وكذا وكذا وشايف داك المنظر ديال جوج هابطين كيتخابطوا في طوبوغون هبطوا في الماء هكاك مخابطين ما درتي حتى شي حاجه زيرو رياكشن بلس ذا واي وي توكين از شي الوغ كي هذيك ماشي بلاصتك فهمتي. اما باش تكون خدام في واحد البلاصه اللي معروفه تماك الدخله ليها ب 300 درهم تقريبا وتجي تلقى واحد ما كيعرفش يهضر انا بحال هكا كسيدي ويقول لهم ديوها للكلينيك اللي قريب ما ديوهاش للكلينيك اللي مصايني معانا علاش حيت داك الكلينيك نورمالمون هما سالين معاهم كونطرا نورمالمون بعيد بلاص ملي غنمشي لتما غياخذ بزاف ديال الوقت وانا كنت اصلا راسي لايك ظهري ظهري ورجليا بلوتو عاطيني صداع بزاف سوداوني للكلينيك اللي قريب قلت خونا اللي صيفطاتو معانا شنو قالت ليه شوف تكلف خلص داكشي كامل بلا ما تهضر بلا ما تقول شي حاجه مشينا سيدي للكلينيك استقبلوني تماك جات عندي الطبيبه واحد جوج ديال لي زانفيرميير كاينين تماك حتى هما كدا التعامل سو فاكين نايس اند جود وكلشي مزيان شافت ليا داري قالت ليا شنو كيحرقك قلباتني مزيان وهي تقول لها السكانير ديريك حيت ديك البلاصه اللي كانت عندي ما زرقت ما تنفخات ما حتى شي حاجه ولكن كتقيسني فيها بحال اللي كتقيسني في المومود عينيه قالت لها دخلي ديروا ليها السكانير مشيت مع الدريه في الاول خدات لي زانفو ديالي وكدا 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 داتني لواحد الروم تماك دوزات لي السكانير الاول ما بان لها حتى شي حاجه دارت الثاني عاوتاني لايك دارت لي جوج ديال السكانير وداتني لواحد الروم باش نرتاح عطاوني نورمالمون واحد الكينه باش تكلم عليا الحريق وداك التخربيق وقالت لي اون اتوندون لي ريزولطا وهي كتسنى لي ريزولطا نورمالمون جات عندي رجعت عندي قالت لي خاصنا نعاودو لك السكانير حيت ما بان لينا والو داك السكانير الاخر قالت لنا خايفين الضربه تكون جايك في الكلى واش عندك شي اليرجي باش تعطيني واحد الدواء باش تعاود لي السكانير قلت لها انا نورمالمون عندي اليرجي ديال الحمي كيتحبب في هاد الوقيته هادي وكذا 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 قالت لي لا عطيتك داك الدواء نورمالمون غادي يزيد لك غادي يدير لك اليرجي وحده اخرى قالت لي سو غادي نمشي نسول الطبيب وديك الساعات غادي نرجع ما رجعتش عندي لايك ما رجعتش باش دير لي سكانير ما عرفتش مع منظرات سماك ولا شي حاجه واش از لايك فاين عادي ماشي مشكل حيت دجا دارت ليا جوج فاش خرجوا لي ريزولطا فاش كذا فاش كذا جالسين كالمين خونا اللي جا معنا من البيسين جالس كيتسنى برا وهذا فاش جات الوقيته ديال البيمنت باش يخلص نورمالمون جا عندهم الريسبسيون تماك والطبيبه جابت الفاكتوره جابت داكشي اللي خاصو يتشرا كدواء وما نعرف شنو كذا وكذا 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 شفت تماك جوج ديال السكانير وجا في التوتال تقريبا واحد 4000 درهم ما عرفتش واش 3000 درهم لا 3000 درهم واقف اي ثينك ما عقلتش بالضبط ولكن المهم عاد الدواء شنو دار خونا الديريكتور قالت ليه خلص وسكت ياك حيت دجا عندهم لاسيغونس داكشي كامل غيرجع ليهم اصلا داكشي اللي غيخسروا غيرجع ليهم يعني خلص وسكت هو لا بدا كيقول الطبيبه مع من تشاورتي باش ديري لها جوج ديال لي سكانير وبدا ما نعرفها شنو بدا تما كيهضر وكيهضر في التليفون وبلا بلا بلا وكيعيط لها هادي وكيعيط لها هادي وكيعيط لها لايك وات ذا فاك اي واز لايك وات ار يو فاكين كيدينغ مي الطبيبه قالت ليه واش كنتي في حياتك السابقه شي طبيب وانا ما في خباريش واش تقولني خدمتي هو يسكت جا كيخلص وبدا كيكمل بالدرام كانت عنده داكشي واقيلا كامل واش داكشي بدا كيكمل بالدرام المهم خونا اللي تغالمو ما حملنيش ذا واي هي واز لايك لوكين ات مي عرفتي لايك اي فيلت لايك وانا كيمي وحق الله حسيتو بلي فريمون مكرهش هذا صافي غيرقني ولا شي حاجه بحال هكا ما حملنيش كاع في خطره ما هضر ما حتى شي حاجه سالينا خرجنا خلص داكشي وخرجنا صنا في الطوموبيل مشينا للفارماسي خدينا الدواء تخيل معايا حتى الدواء عطاو ليا صاحبي بلا كرتونه وات تخيل معايا ما عطاوني لا الكوردونونس ديالي ما عطاوني لا لي ريزولطا ديال السكانر ديالي ما حتى شي حاجه ايفن الكراتن ديال الدواء داهم معنا فهمتي عطاني الدواء بلا كرات وجي الصراحه اي دون نو لايك واحد البلاصه بحال هكاك الديريكتور ديالك قالك واحد الهضره انت مشيتي بديتي علاش كيفاش انت متر ناجور اللي تعلمو بديك البلاصه عندك الكاميرا وغادي تسها ولا غادي تتبع دوك النزوات ديالك فواحد الوقيته ديال الخدمه اللي انت اصلا غيصبو على بزاف ديال الحيوات تماك ايماجينا صاحبي دري صغير يتخبط ولا شي حاجه ومع خفيف في الوزن يطير من طوبوكو كيف ما كان غادي يطرى ليا كون ما وقفتش على ظهري بحال هكا سو هادي الصراحه هادي هي ليكسبيريونس اللي دازت ليا تما في البيسين ما راه شي حوايج اخرين راه ما يمكنش طرا فريمون خاصني ستوري تال وحده اخرى باش نعاود لكم واحد جوج ديال الحوايج اخرين طراو ليا تما اللي كنشوف وكنقول علاش بنادم بحال هكا واش حتى لهاد الدرجه بنادم كيستخف بالحياه ديال انسان واحد اخر وسلفش حتى لهاد الدرجه هادي لانه لايك ما كيتسوقش مستخفين بداك البوست اللي عاطينو تما هادي هي ليكسبيريونس ديالي في الوزيريه في مراكش انا كون ما كانتش ديك الديريكتور تعاملات معايا مزيان وكذا 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 وليت غير ما كنت غادي ننزل شي ريل بيد ريفيو اللي هو ولكن قلت ما كاينلاش فهمتي يعني هادشي اصلا وكان ماما خاصني نرجع للكلينيك النهار الثاني وكذا وكذا وبقيت سيمانه والوجع مازال حد الان جنبي انا جيت للبانوج مازال كيضرني ومن بعد نضت عليا رجلي وكذا وكذا ولكن الحمد لله على كل حال اي حاجه كطرى خاصنا نقولوا الحمد لله على كل حال
كانت اكسبيريونس دازت، فلتنا منها. انا شفت المتابعينيه ما نكذبش عليكم، ولكن الحمد لله انا رجعت. والمهم هاد ستوري تايم غير باش تفهموا علاش كنت غابره ولاش تعطلت عليكم. ان شاء الله الفيديو الجاي ما عرفتش واش غادي يكون جيم ولا رياكشن ولا شي حاجه بحال هكا حتى نقاد البروغرام، حيت يلا جيت بقى داخله واحد شويه. ولكن بروميس يو غادي ندير لكم انذر ستوري تايم باش نعاود لكم لي زوتر اكسبيريانسز اللي طراو لي تماك. المهم بغيتكم كاملين تسبورطيو هذا الفيديو، هذا كثروا في لي لايك، كثروا في لي كومونتير، بارطاجيو او ماكس باش نرجعوا رجعه قويه اليوتيوب الدراري والدريات. كنبغيكم بزاف، شكرا بزاف على السبورت ديالكم. ما تنساوش كنستريم يوميا في تويتش مع السبعه ديال العشيه. ثانك يو سو ماتش اجان، شكرا بزاف اللي وصلت لهاد اللقطه هذه في الفيديو. كنبغيكم تهلاو ليا فراسكم. سي يا ان ذا نيكست فيديو.